بعد إلغاء الضريبة على القيمة المضافة والمقدرة ب9%، ستشهد أسعار البقوليات الجافة انخفاضاً محسوساً في الأسعار حسب ما أفاد به الديوان الجزائري المهني للحبوب، وهذا عبر بيان رسمي. هذا الانخفاض سيمس العديد من البقوليات كمادة الحمص والعدس والفاصوليا، إضافة إلى الأرز بكل أنواعه. قبيل حلول الشهر المبارك، تسعى السلطات العمومية إلى تحديد مستويات أسعار المواد الغذائية، وهذا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن عن طريق تكليف الديوان الجزائري للحبوب بمراقبة وتسيير هذه المواد ذات الاستهلاك الواسع، وهذا لتفادي أي اضطراب أو نقص في الأسواق. أصبح الديوان الجزائري للحبوب والبقوليات الجافة هو المتدخل الوحيد في كل ما يتعلق في تسيير البقوليات الجافة. إذن يجب على الديوان أن يدرس بتدقيق احتياجات السوق وكيفية توزيع هذه البقوليات، وفي حالة ما يكون هناك عجز يجب أن يبرمج الاستيراد في أقرب وقت لتفادي الاضطرابات وخلق يعني إشكال في هذا المجال. إجراءات عديدة قامت بها الحكومة تحضيرا لاستقبال شهر رمضان الكريم ولضمان توفير كل السلع من المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن طيلة الشهر الفضيل.